لطبعاً تتحدث عن حول مجمل العملية كيف تمت، إلى جانب أيضاً المدير المسؤول طبعاً والمشرف على البوابة الإلكترونية لشروق السيد نسيم لكحل. سيدة حساني، ممكن طبعا احنا عرفنا الشهادة لله يعني من طرف المسؤولين على موقع جواهر وحتى البوابة الإلكترونية، تصوروا سيدة حساني يوميا يعني من ولاية شلف إلى غاية العاصمة حتى تتابع مجريات عملية المسابقة الوطنية، مسابقة جواهر القرآن الكريم. أيضا سيدة حساني حاصلة على 10 إجازات من سوريا، الكثير يعني ما شاء الله. سيدة حساني، باختصار بالنسبة لي كيف جرت العملية؟ تعبتي كثير أكيد، مشكورة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه وأتباعه، وبعد، فباسمي وباسم أعضاء لجنة التحكيم أشكر كل من حواهم اسم الشروق من مدير وإعلاميين وتقنيين وغيرهم من جنود ظهور وخفاء، ثم أبارك جميع وسائل الشروق من مرئية وسمعية ومرئية وسمعية، وأذيع سرا أننا قضينا أوقاتا ممتعة خلال الجلسات الست من أجل تصفيات الحافظات من مختلف الفئات، فئة الحافظات لربع القرآن الكريم، وفئة الحافظات لنصف القرآن الكريم، وفئة الحافظات للقرآن الكريم كاملا. وبهذا فلا شك أن الجزائر كما امتازت في الماضي والحاضر والمستقبل بشهدائها، أنها تمتاز في الحاضر والمستقبل بقرائها، حفاظها وحافظاتها. ثم أعود فأشكر جميع طاقم الشروق وأشكرهم على حسن ظنهم بنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا أحسن مما يظنون وخيرا مما يقولون، ولهم مثل الذي لنا. فالحمد لله الذي هدانا وإياهم لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والشكر موصول للحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات وجميع المشاركات، ومن هذا المكان وبلساني وعلى ألسنة الحضور الكريم أبلغ أزكى الصلوات وأفضل التسليم لحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا ولا يسعني إلا أن أقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيد مبارك، وأسأل الله أن يعيد علينا هذا الشهر الكريم مرات وكرات، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكرا. شكرا لك جزيلا السيدة فاطمة حساني، حاصلة على ليسانس في الشريعة الإسلامية، وكما قلت على 10 إجازات في القراءة في سوريا. بارك الله في لك جزيلا السيدة حساني. سيد نسيم لكحل، المشرف العام على البوابة الإلكترونية، الشيء البارز لاحظناه طبعا في مسابقة الوطنية جواهر القرآن، أنها طبعا شهدت العشرات المشاركات، إلى أنه الملاحظ يعني البارز فيها المسابقة كانت عبر أثير إذاعة شروق، طبعا المولود الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئا ذي بدء أقول للحضور الكريم وللمشاهدين الكرام صح فطوركم وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. وأيضا اسمح لي زميلي خير الدين أن أقول لك أنه من المفروض أنه لا مكان لنا في يعني لا مكان لشخص مثلي في هذا المكان، لأنه مكان أولى به حفظة القرآن الكريم وحافظات كتاب الله عز وجل. وما قمنا به في هذه المسابقة ما هو إلا واجب قليل جدا،
لأن التكريم الحقيقي قد كرمه الله عز وجل لهؤلاء للحافظات كتاب الله، ومن أكرمها الله بحمل جزء من كتابه فقد نالت أحسن الجزاء وأوفر الإكرام. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فما بالك بالذي في جوفه القرآن كله أو نصفه أو ربعه أو بضعة أحزاب، فقد نال الخير الكثير. من هذا المنطلق طبعا احنا نظمنا هذه المسابقة، وهي الأولى، طبعا الأولى إن شاء الله في تتلوها بإذن الله طبعات كثيرة. تقد تزامن تنظيم هذه المسابقة طبعا مع إطلاق إذاعة الشروق في الأسابيع الماضية، لهذا قررنا في إدارة الموقع بالتشاور مع إدارة موقع جواهر الشروق بأن تكون المسابقة مناصفة بين الموقع بالبوابة بصفة عامة وبين هذا المولود الإعلامي الجديد الذي يعد آخر مولود في شبكة الشروق الإعلامية، وهو إذاعة الشروق، وهو ما جعل المسابقة تأخذ يعني بعدا آخر ويكون لها مذاقا أفضل. وقد استحسن كما قالت الأستاذة فاطمة الآن، كانت سعيدة جدا بهذه المسابقة طبعا هي وأعضاء اللجنة الكرام. فاسمحوا لي حتى لا أطيل عليكم لأننا أطلنا كثيرا في بداية هذا الحفل، أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة الأولى من نوعها، وعلى رأس هؤلاء طبعا مجمع الشروق وعلى رأسه السيد المدير العام، وأيضا المشرفات في الموقع على تنظيم هذه المسابقة، وخاصة الزميلتين كريمة خلاص ونادية شريف، وجميع أعضاء الأسرة الشروق أونلاين. أيضا الشكر الكبير جدا أيضا للجنة التحكيم، خمسة أعضاء في لجنة التحكيم، أوجه لهن التحية كاملة لأنهن تكبدن مشاق السفر ومشاق الحضور، خاصة في جلسات كانت كلها رمضانية، وما يعني ذلك في رمضان طبعا من تعب ومشقة أكثر من بقية الأيام الأخرى طبعا. والشكر الكبير هو للمشاركات اللواتي وضعن ثقتهن في هذه المسابقة، وكان عددهن بكل صراحة أكثر من طاقتنا في تحمل، إلى درجة أننا اضطررنا إلى توقيف التسجيلات في فترة من الفترات، لأن عدد المشاركات أو الراغبات في المشاركة كان أكبر من قدراتنا. ولهذا بحول الله كما قال المدير العام، نحن نوزع عهدا عليكم اليوم بإذن الله أن هذه ما هي إلا مجرد باكورة، وبإذن الله سنستمر في المسيرة، لأننا ليس لدينا أي مزية كما يقال في تكريم حافظة كتاب الله سواء من البنات أو من الذكور، بعد أن أكرمهن الله بحمل كتابه. وبارك الله فيكم مسبقا، وشكرا للفائزين، والعاقبة لبقية المتسابقات التي لم يسعفهن الحظ في هذه المسابقة في مسابقات أخرى إن شاء الله، وبارك الله فيكم. شكرا لك جزيلا سيد نسيم لكحل، المشرف العام للبوابة الإلكترونية الشروق أونلاين. طبعا البوابة اللي تضم العديد من المواقع الإلكترونية على غرار جواهر صاحبة المسابقة الوطنية. قبل أن نتعرف على جواهر هذه الليلة، نترككم مع وصلة إنشادية لفرقة الإسراء الجزائرية التي جاءتنا من بلدية المدنية، فليتفضلوا مشكورين. دع البكاء للأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل ومن جار، ودر الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لأيام الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا لائمي في البكا، يا لائمي في البكا، زدني به أسفا، واسمع غريب الأحاديث والأخبار. ما كان أحسننا من مجتمع، ما كان أحسننا من مجتمع، منا المصلي وقارئ القرآن، من بلدية المدنية. جئناكم من مدينة أول نوفمبر، جئناكم من مدينة أصغر شهيد عمار ياسف إلى مكان أصغر قارئ القرآن الشويخ فارح، فنقدم له هذه الوصلة. Yeah.
المدينة مرحبا يا خيرنا. شكرا جزيلا لفرقة الإسراء الجزائرية التي جاءتنا من بلدية المدنية. طبعا لحظة وساعة الحسم لنبدأ نتعرف بعد قليل على جواهر شروق للمسابقة. طبعا المسابقة التي أطلقها موقع جواهر. سنتعرف في البداية على نبدأ بفئة 15 طبعا حزبا بالنسبة للحافظات المشاركات. تقييم طبعا اللجنة. الجائزة تتفضل سيدة مريم صالحي من ولاية تلمسان. طبعا هي الجائزة الثالثة. الجائزة الثالثة طبعا تشجيعية، يعني جوائز جائزة مميزة.